السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا أصدقائي؟ أخباركم؟ أصدقائي هذا هو الفيديو ردة فعلنا على المباراة. طبعا ما قدرت امبارح أعمل مقدم لأن من أساس أنا جيت متأخر على المباراة والحمد لله ما صار أهداف في الشوط الأول. كان عندي مباراة، جيت من المباراة مباشرة عند ابن عمي وقعدنا وصورنا المباراة وصورنا ردة الفعل. شفت كيف كان التصوير؟ آسف على التصوير، كنت ماسك جوالي هيك حتى بالمقدمة سويت هيك عشان ما يختلف شيء عنكم. فآسف أنه ما قدرت أضبط كثير، بتعرف قلت لكم صار مع ظرف، كنت عم بلعب مباراة ومباراة عم جرب الإصابة اللي صبتها جيد الحمد لله، كنت بالمباراة بس بدي وقت كمان لترتاح قدم إن شاء الله برجع للملاعب وبرجع صور لكم شروحات على طلبكم. المهم هذا الفيديو ردت فعلنا على مباراة ريال مدريد وتشيلسي، طبعا كل اللي كانوا موجودين مدريدية أصحابي وخلينا نفوت على الفيديو مشاهدة ممتعة. بس قبل ما نمشي يا أصدقائي لا تبخلوا علينا باللايك واشتراك وفعل الجرس، حطوا لايك، لا تنسى اللايك، حط لايك وفوت على الفيديو، هو فايدة كثير، حط لايك. يسعد دينك يا كورتوا. يا إلهي جول محقق، يسعد ربك على الفدائيين. المليونية يا شباب هدو يا شباب هدو يا شباب ليكو هو يعد يا احلى التواضع شوف التواضع شفتوه؟ شفت رودريجو هو اللي حطها، هو بدأ وهو ذا السيد اخيكم السيد يا روح فيفا عم يلعب فيفا مطلق السيد لعبة برازيلية، يعني اسمها لعبة برازيلية، تكتيك برازيلي سيد يسعد دينك لك حلوين هاي بدوري الأبطال بشرفي سي يا جماعة سي رودريجو بعشقت عشقه يا رب عشقت رودريجو في اللقطة الماضية وكأنه وقع لرجل حقق الكثير مع فريق ريال مدريد وكان جزءا مهما في مساهمته ومساهمة كتابة التاريخ للفرقة الملكية ومنطولة عن طريق الكوكورية في لقطة من الطرف ليس لغالاجر عند كرة في اليسار البحث عن مساندة لمصلحة فريق تشيلسي رودريجو يقطع عن كرة الفوز تياغو يرسل كرة الكوكورية راسي ما زالت الكرة جربه كورتوا شوي زلمه وحش كورتوا لا بنزيم هاي جول يا سلام يا سلام رائعه كانت هذا في اتجاه ديني في اليمين يتقدم الله الله اكبر حلو كيف عم يسرحوا ومرحوا صراحة ومرحبا يا ذاتون نغر رودريجو تارك بابي انت جبوت صراحة عملية التمرين تياغو سيلفا وشيت تابع كرة جواو يستعيد لفريق تشيلسي جواو تقدم جواو عند الكرة جواو وصل جواو تقدم يجي الكرة من الجهة اليمنى بعد ذلك ما زالت الكرة مستمرة لكروس يا سعيدة لوكا عند الكرة لوكا يرسل يا سلام
هذا فريق فايز تاكس هم يلعب فريق فايز تاكس الذي ما زال يمهد طريق الوصول للبطولة الخامسة عشر في دوري أبطال أفريقيا. واحد اثنين ثلاثة هلا مدريد.